مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الذئب والثعلب والكلب. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. هجم الثعلب على خم للدجاج فافترس منه ما استطاع أن يفترس، وخرج مسرعا قبل أن يدركه أصحاب البيت. وشعر بالعطش فبحث عن ماء ليشرب فلم يجد قطرة، وكاد يموت من شدة العطش، فأخذ يدور في الجوار بحثا عن الماء حتى عثر آخر الأمر على بئر قد علقت عليها دلو مربوطة في حبل، فقفز إلى الدلو بلا وعي لعله يجد فيها ماء فيشرب، ولكن الدلو ثقلت فنزلت به إلى قاع البئر، وارتفعت إلى الحافة دلو أخرى. وبعد لحظات مر بالبئر ذئب فرأى الثعلب في قاعها فقال له: ماذا دهاك أيها الأخ حتى وقعت في البئر؟ قال الثعلب: لقد رأيت فيها سمكا كبيرا أيها الأخ، فنزلت أصطاد منه شيئا، وإن كنت لا تصدقني فانزل لترى بعينيك. آهن يا أخي، كم هو مشبع ولذيذ الطعم. قال الذئب: كيف يحدث هذا يا ثعلب؟ هذه أول مرة تدعوني فيها إلى طعام، ولم يحدث مثل هذا قط من قبل. قال الثعلب الماكر: إن كنت في شك مما أقول يا أخي فانظر إلى قاع الدلو لترى السمك الكبير. وسمع الذئب هذا فانطلت عليه الحيلة، قفز إلى الدلو فما أسرع ما هبطت به إلى أسفل، وارتفعت الدلو الأخرى التي تعلق بها الثعلب. وفي منتصف الطريق بين القاع والحافة نظر الذئب إلى الثعلب في الدلو الأخرى وهي ترتفع به إلى أعلى البئر، فقال له بدهشة: إلى أين أنت ذاهب يا أخي؟ فأجابه الثعلب بخبث: تأمل يا أخي حالنا، إنه مثل حال الدنيا، فهي كالسلم، فيها الطالع وفيها النازل. وفي اللحظة التي استقر فيها الذئب في قاع البئر كان الثعلب قد قفز من دلوه إلى الأرض سالما، وقبل أن ينطلق فرحا ناجيا بحيلته رأى الكلب يسد عليه الطريق ويقول له: أين كنت وماذا فعلت؟ قال الثعلب: لقد انتقمت لك من الذئب. وقص عليه قصته مع الذئب مزهوا بما فعل، فقال له الكلب: حسنا فعلت، فهو يستحق الموت، ولكنك تعلم أني لا أحب الخداع ولا المخادعين، وعلى هذا يجب أن تلقى جزاءك. ثم انقض عليه وأمسك بعنقه فقتله شر قتله.